والله احنا عايز اقول لحضرتك ان احنا في مجال تنشيط الاستثمار في مجال الرياضه وان الناس تشتغل في المجال ده، كان لازم ندعو كل الشركات اللي قدرنا نوصل ليها في مجال الرياضه. مش كل الشركات اللي بتشتغل في السوق المصري قدرنا نوصل ليها النهارده، انما ده الملتقى الاول. دعينا اكبر عدد من الشركات قدرنا نوصل ليها عشان نستمع ليهم، هم عندهم مشكلات. عشان النهارده نقدر نقول ان انت عايز تعمل استثمار رياضي لازم يكون عندك بيئة تشريعية مناسبة وعندك حوافز وضمانات يقدروا يشتغلوا فيها. ده اللي احنا شغالين عليه النهاردة، ان احنا بنستمع للشركات، وبعد ما استمعنا ليهم اكيد هينطبع ده على سياساتنا واجراءاتنا. قانون الرياضة الجديد ان شاء الله بيشتمل على باب مستقل للاستثمار الرياضي مفتوح فيه كم كبير جدا من المجالات اللي تقدر من خلالها تجذب رؤوس الاموال من الخارج للاستثمار في مجال الرياضة. حجم الرعاية الرياضية في مصر حجم كبير جدا، والسوق الرياضي في مصر سوق رحب ان هو يستقبل كافة الرؤوس الاموال ديت. احنا المشكلة عندنا ان انت ما عندكش معايير وضوابط لتقييم المنتج الرياضي بصورة جيدة، ما عندكش يعني الدوري المصري مثلا، انت ما عندكش الضوابط اللي تقدر من خلالها تقول ايه هي المعايير اللي اقدر احدد السعر وسعر البيع والقيمة السوقية بتاعت هذا الدوري وهكذا. بنشوف دوريات عربية كثيرة من حوالينا بتتباع بارقام كبيرة، انت محتاج هذه الضوابط. والله وزارة الشباب والرياضة وعلى رأسها المهندس خالد عبد العزيز لها نهج جديد ازاي ان احنا نطور السوق الرياضي كويس جدا، ازاي ان احنا ندخل القطاع الخاص، وازاي ان احنا نضخ افكار جديده واحداث كتيره في السوق، ازاي نعمل تجميع لكل الناس اللي بتشتغل في المجالات الرياضيه استثمارها او تسويقها، ازاي يعرفوا ايه الامكانيات اللي موجوده في وزاره الشباب والرياضه، الفاسيلتيز الرهيبه الكبيره جدا، ازاي ان هم نتيح للسوق وللناس الشغاله في التسويق الرياضي يكون موجودين، ازاي التلاقي يكون موجود، الشركات تكون عارفه بعضها، الشركه اللي بتنتج ادوات رياضيه الناس تعرفها والشركات الاخرى تعرفها. والله انا زي ما قلت في المؤتمر تماما، قلت اخيرا وجدنا وزاره الرياضه بتهتم بالتسويق والاستثمار الرياضي بشكل مبهر وجميل جدا وملتقى جيد جدا. شفت مجموعه كبيره من المهتمين بهذا المجال، ويعني كانت ورشه عمل قويه جدا تنطحوا بالافكار الجيده جدا. اعتقد ان دي بدايه. احنا يسعدنا كشركه تيلي سيرف وكيل حصري لاكاديميه اتلتيكو مدريد في مصر والشرق الاوسط ان احنا نكون موجودين في ملتقى زي ده، بيجمع افكار كبيره جدا هتفيد الرياضه ان شاء الله في مصر من تخيلي. يعني فيها شركات كبير مجال الاستثمار، مجال الصناعه في الرياضه، كل ده هيفيد ان شاء الله، بس محتاج ان هو يعني اراء كتير اتقالت انه محتاج ان هو يتبلور في شكل معين تحت هيئه معينه او يعني جمعيه معينه، على اساس ان يحصل في اجتماعات مستمرة عشان نطلع شكل مناسب للمنظومة دي.